أطلعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة، لأن هذه تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يخص الرسول يعم على المسلمين كلهم. فيجب على كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعون جميع البضائع الهندية، ولا وتكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار يعني.